حروب وصراعات إلى جانب تصاعد حدة التوترات الاقتصادية والأمنية وحتى المناخية، اضطرابات تصاعدت معها أرقام قياسية في أعداد النازحين بالقارة الأفريقية، فنزوح قسري فرضه الصراع وقمع الأنظمة بحسب تقرير لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية وصل لأكثر من 45 مليون شخص، أرقام مفزعة قال عنها الخبراء لظاهرة عجزت التحالفات الإقليمية لا سيما منظمة الاتحاد الأفريقي من مواجهتها بسبب ضعف القدرات والإمكانيات، إلا أن تحركات دولية جاءت عبر مفاوضات مع دول تعد المحطة الأولى في مواجهة اللجوء في القارة، بينها مصر وتونس والمغرب وموريتانيا، في محاولة للتصدي لظاهرة تحمل معها تداعيات اقتصادية تفوق قدرة الدول المستضيفة للنازحين، إضافة إلى وجود 90% من النازحين بحسب التقرير في 9 دول أفريقية تعاني هي أصلاً من أعباء اقتصادية واضطرابات أمنية. فالتحرك الحقيقي لتجنب النزوح والتداعيات برأي الخبراء هو العمل على وقف الحرب والصراع، خصوصا في السودان بعد أن نزح داخلها أكثر من 13 مليون شخص منذ بدء الصراع.